كنا وقفنا عند جملة طب هنطور ايه تاني. تمام. احنا لقينا ان الناس بتيجي وبيبقى في زحمة تحت برضه، يعني بالشياكة وكل حاجة وعاملين لهم كراسي حلوة وتمام، بس في الاخر الناس زي البنوك بقى كده برضه بتشتكي ان لا في زحمة. طب يا جماعة الناس دي بتيجي ليه؟ بتيجي عشان تقدم ورق. طب خلينا ناخد الورق ده اونلاين، بس عشان ناخده اونلاين القانون بيقول اصل ناخد الورق اصل. فجت فكرة الاي سي اي اللي هو التسجيل المسبق للشحنات. أيوه. تسجيل مسبق للشحنات يعني المصدر اللي بره يحط الفاتورة اللي هو مطلعها، فاتورة هيكلية تدخل على السيستم اقدر اعمل عليها عمليات، والبيل اوف ليدنج كل بقى يعني كل الورق اللي المفروض يتحط من بره يتحط على بلوك تشين اللي هو الكارجو اكس، واخده انا بمصداقيه. هو المفروض القانون بيقول ان المستورد هو اللي بيدرك، فاللي بيحصل ايه؟ المصدر بيحط المستندات ويملى البيانات ويبعت على نافذه، بيبعت على كارجو اكس، وكارجو اكس بتبعتها على نافذه، نافذه المستورد بيدخل يقول تمام البيانات دي سليمه كويس، عاوز يزود حاجه، عاوز يشيل حاجه، وبتوكن علشان تبقى الدنيا متامنه جدا. هنا كده انا ببتدي شهاده جمركيه. حلو. واقدر ابتديها قبل ما البضاعه تيجي. طبعا. انا عايز الورق. فبوفر وقت. بوفر وقت كتير. طبعا. كتير. والبضاعه اما بتيجي انا كمان ببقى خلصت في مرحله اولى، يعني الناس اللي فتحت شهاده جمركيه او قالت يلا افتح شهاده، يعني هو صاحب القرار. خدنا المستندات بتاعته وتمام شايفينها، هو عنده زرار يدوس عليه يقول ارسل للجمرك. كلمه ارسل للجمرك يعني انشئ شهاده. حلو. نشا شهاده نعرف احنا نراجع مستنديا احنا والجهات الاخرى. كويس. راجعنا وخلصنا مستنديا مخلين الورق، تيجي البضاعه لو هي مطابقه للورق تطلع على طول. لو هو بقى ما قالش ارسل للجمرك واستنى البضاعه اما تيجي، الوقت طول. اما البضاعه تيجي هياخد الاجراءات، فطبيعي انها تاخد بقى ايه وقت طبعا، يعني بس برضو بعيد خالص عن الشهور عن والكلام ده نهائي. نهائي. احنا يعني احنا في مواني بتعمل يوم ونص. بس في مواني بتعمل 4 ايام، في مواني بتعمل 3 ايام. اوكي. كل مين على حسب الكم اللي عندها ونوعيه الشهادات اللي عندها. احنا لما بنيجي نطلع بقى كمان المتوسطات بالاي سي اي ده، في حاجه كمان مهمه جدا قبل المتوسطات، ان احنا معالي الوزير طلع قرار ان احنا نقبل المستندات اللي جايه الكترونيا كانها الاصل اللي احنا عاوزينه، يعني مش مستنيين الورق يجي لنا بالبريد. خلاص الورق اللي جايه الكتروني دي هي الاصل. كويس. الوضع كان بيحصل ايه؟ الاول كنا بنشتغل بالصور وتستنى قبل الافراج لغايه ما الاصول تيجي، تبتدي مش هتطلع البضاعه تخلص الا لما يجي الاصول الاول. يجيب الاصول. دلوقتي لا، الموضوع ده انتهى، لان احنا اعتبرنا الاصول دي اللي موجوده على السيستم مدام صاحبها اللي اصدرها هو اللي حطها هي دي الاصل. وافتراض حسن النيه. افتراض حسن النيه، وان شاء الله يعني تقريبا شهر ويشتغل نظام المخاطر الجديد. نظام المخاطر الجديد ده هيريح كتير جدا، بس طبعا علشان يكمل الشغل بتاعه لازم نقعد فتره تراكميه كده، الشحنات بتيجي والنظام نفسه بياخد البيانات من كل حاجه ويعرف يقولها دي ياخد منها ايه وما ياخدش ايه، مين اللي بعت حاجه مخالفه للورق، مين اللي ادى معلومه مضلله، فده كله بقى بيبتدي يترصد. اما بيترصد احنا بنعرف نظبط نظام المخاطر، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا شغالين على حاجه اسمها العميل المميز. العميل المميز ده يعني ايه؟ انا في الجمرك كمستورد ممكن يكون فاعل اقتصادي. فاعل اقتصادي يعني انا ادخل ما اكشفش، اعدي، بيسموها خط اخضر، ان بضاعتي تيجي فانا راجل فوق مستوى الشبهات مميز فبعدي. بس احنا اتفقنا ان الورق مش انا بس اللي بشوفه، انا وجهات اخرى طبعا. طيب انا مميزه عند الجمرك، بس الجهه الاخرى اللي بتشوف معايا الورق على السيستم في وقت واحد كلنا متاح لنا الورق نشوفه مش مميز. فانت مميز عندي بس عند التاني لسه، فهتنك قاعد مستني وقت التاني.
بنعمل احنا ايه دلوقتي؟ بنحاول نقعد مع اكبر جهتين اللي هما سلامه الغذاء والصادرات والواردات، تعالوا نقعد نشوف حضرتك بتميز مين وانا بميز مين، ونحاول نوحد معاييرنا عشان المميز ده يبقى مميز عندنا كلنا. لان منطقيا ان الحكومه في اي جهه من الجهات بتميز لاسباب منطقيه ومعقوله، طبعا فلازم الاسباب المنطقيه والمعقوله دي تبقى عندنا كلنا. فخلينا المعيار نوحدها واحد يعني بقدر الامكان، بقدر الامكان خلينا نوحدها علشان لما يدخل هو يحس بتميزه. طبعا لان انا مهما اقول له يا سيدي انت فاعل اقتصادي وانت بالنسبه لي انا خلصت، احنا اللي في الوش في الاخر، ما خدش الافراج، انا ما اقدرش ادي الافراج غير ما كل الجهات اللي على الشهاده تدي الاكسبت بتاعها.